الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى تنقطع أحكام السفر؟ الحمد لله، القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا خرج من بلاده مسافرا إلى جهة معينة فإنه يبقى مسافرا حتى يتحقق فيه وصفان. الوصف الأول: إما أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، وإما أن يرجع إلى بلدته التي سافر منها. فأي الوصفين تحقق في الإنسان فإنه ينقطع حكم السفر عنه لخروجه حينئذ عن مسمى المسافر. فإن قلت: وما دليل الحالة الأولى؟ فأقول: دليلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلاده الأصلية هي مكة، فلما أمره الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة هاجر إليها بنية الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه التي هي المدينة. فانقلبت الحال في حقه صلى الله عليه وسلم، فصارت المدينة بلد إقامة له يتم الصلاة فيها، وصارت مكة بلد سفر يقصر الصلاة فيها. فإن قلت: وما دليل الحالة الثانية؟ فأقول: دليلها كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يترخص بقصر الصلاة ما دام لم يدخل المدينة، فمتى ما دخل المدينة عاد حكم صلاته كما كان يصليها أربعا. وأما في سفره مذ يخرج من المدينة حتى يرجع وهو يصلي ركعتين ركعتين، وهذا ثابت بالتواتر عنه. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. وأما ما عدا ذلك من الأحوال فإنها لا تقطع حكم السفر عنك، فالمدة التي ذكرتها أنت لا تخرجك عن دائرة كونك مسافرا إلى كونك مقيما في البلد المسافر إليه، بل لا تزال مسافرا سواء أقمت المدة التي ذكرتها في السؤال أو أقمت أكثر منها، بل لو أقمت 5 سنين في البلد المسافر إليه أو أقل أو أكثر، كل ذلك لا يخرجك عن دائرة كونك مسافرا، لأن أحد الوصفين لم يتحقق فيك، فلم تنوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه ولم ترجع إلى بلدك. فإذا لم يتحقق فيك أحد الوصفين فلا تزال في حكم المسافر. زادك الله توفيقا وسدادا وفقها، والله أعلم.